حياكم الله وهلا وسهلا فيكم طبعا بحلقة جديدة تجمعنا ببرنامج سيدتي أنا وزميلاتي أروى عبير. حياكم الله يا رب اسمي رؤى. رؤى يا رب. يا أخي والله العظيم عندي أنا مشكلة بخربطة الأسماء. إيه ما اختلف. طب ما أنت كمان بتقولها رن. جد مين؟ أنا أدلعها أدلعها أقول لها رن. حسك تنسيني عشان كذا. لا وحياة ربك لا. وحرف الألف يا ينقص من هنا يا يزيد. شوفي هي نقصت حرف الألف مني فأنا زدت. والله معلش يا رند لا تزعلي مني أنا عندي حرفين علة ومو مستغنية عنهم أبغاهم بصراحة. طيب اليوم بنات كلنا نعرف إنه كل منطقة عندنا هنا بالمملكة تلقون أنه الثقافة تختلف العادات والتقاليد وحتى اللهجات صحيح. فاليوم نبغى نحكي شوي بهرجتنا عن اختلاف الثقافات بالمملكة. هرجتنا هذا دليل هرجتنا. خلاص يعني خلاص طبعتي بطبعنا يعني جلست معكم كم شهر شفتي كيف فهذا دليل أنه شيء حلو يعني بما أنه اختلاف الثقافات. أنا عجبتني أنه هي اللي اقترحت الهرجة ودخلت فيها على طول. جميل. فأنت قولي لنا يا رند إيش رأيك؟ والله شوفي أنا لأنه نصي شمالي ونصي نجدي فتلقيني كذا ميكس ما تعرفين من وين وش لهجتي بالضبط فتلقيني ماخذة من دولي وماخذة من دولي عرفتي بس يعني لو نجي على جدة مثلا تلقين أنه في أشياء كثير تختلف عنا أي عادات أكل أشياء زي كذا بس يعني بالعادة أكلكم طيب مرة طيب يغمش ومنتو هتجوعنا احنا لسه في السعودية دائما لذيذ دائما معروف في المنطقة الشرقية والوسطى وحتى المنطقة الغربية كل منطقة وجنوبية كمان والشمالية كل منطقة والشمالية يا الله ما حد يزعل بس على موضوع اختلاف اللهجات والثقافات بما انه انا من مواليد الشرقية وعشت فيها مدة من الزمن بعدين انتقلت للمنطقة الغربية وبعدين رحت على الإمارات وبعدين جيت على المنطقة الوسطى فلك أن تتخيل كمية الميكس العجيب هذا ثقافات اللهجات والثقافات فأنا حتى أحيانا لساني يقلب ما أعرف أنا فين بالضبط أحس الأسهل للتعبير أقوله حلو يا. حلو هو أسهل شيء ممكن شوفي في حاجة حلوة كمان أنه يعني صارت اللهجة بمعنى يعني مؤخرا يمكن خصوصا صارت بيضة أي. مصر لا أحد يحكي حجازي الحجازي يعني القوي إلا لما تروح مثلا مكة والمدينة عفوا اسمها حجازي قح حجازي القح أيوه تكون مظبوطة حجازي قح الحجازين حيفهموها أنا اللي أعرفه من كل يعني من كل المنطقة الغربية إذا بقول كلمة أقول دحينة دحينة مرة وأحاول إن أمطق أيوه دحينة مو شرط تمطي عادي لو قلت دحين خلاص أوكي أنت حجازية معروفة هذه في كلمة ثانية حجازية معروفة مرة مرة ايوه مرة أيوة مرة, مرة, مرة لا هذه ما اعرف اقولها صراحة مرة مرة ايه حاولي مرة مرة مضطرة اوكي مرة شوف احنا كمان اخذنا من رندا كمان بحكم انه يعني بالمنطقة الوسطى يمكن والشمالية كمان داخلين فيها ميكس من هي بنت الله من هي بنته بنت الله يعني نطق فيها ورا يعني عرفتي اوكي يعني شوف وغير انه احنا نتكلم اوقات بالسين وكذا يعني نحاول انه احنا نفهم العالم انه ترى ما نختلف مهما كنا دوله مترابطه الاطراف لانه احنا كلنا قلوبنا على بعض واكيد هي اللغه أكيد لغه من انواع التواصل صحيح والفكر جدا مهم انه يكون في تبادل هذا النوع من الثقافات وهذا الاختلاف بالعكس هذا من نوع من انواع التطور حتى بالعكس انه ايش يسوي يخلي كل منطقه ممزوجه بالثانيه ويكتسبوا كثير من العادات مع بعض لكن خلينا